ضيفتنا لليوم هي مميزة، كان عندها حلم من وقت ما كانت صغيرة انه تصير كابتن طيار، واكيد رغم صعوبة هذا الحلم يمكن غرقتوا عند البعض الا انه اليوم ضيفتنا قدرت تحققه، وراح اكيد نتعرف اكثر على تجربتها، على الصعوبات يلي مرت فيها، وكيف عالم الطيران مع الانثى بيكون. بيسعدنا نرحب بالكابتن الطيار دانييلا منذر رزق. يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا فيك. هلا فيكي. صباح الخير. صباحك نور. يعني كابتن وجمال، يعني ما شاء الله. من بعدك. ثانك يو كثير. تسلمي حبيبتي. خلينا بدايه نتعرف عليك، عرفينا اكثر عنك. اوكي، انا اسمي دانييلا رزق، انا طيار باجنحه الشام، ما صار لي زمان طبعا، بطير على طياره الايرباص 320 هلا، وما صار لي شي سنه تماما هلا. سأليني لجوابك. قد ايه متعة هي القصة؟ متعة هي لكي لأي حدا بيحبها وعنده شغف هي المهنة بلاقيها ممتعة كثير. أنا أصلاً وقت اللي بروح لحتى أطير ما بروح لحتى أكون عم بشتغل، ما بروح على شغلي، بروح على شيء هو الباشن تبعي، هو الشغف تبعي. صحيح. فكتير ممتعة لكل واحد بيحبها، هي ممتعة كثير. كابتن خلينا نرجع هيك بالزمن معك ونشوف، يعني ايمت اول مره وقت سالوك انه شو حابه تصيري، او ايمت خطرت على بالك الفكره انه تصيري كابتن، وكيف فتي بهذا المجال؟ هلا انا كانت هيدا الحلم قديم كثير، وقت ما كنت صغيره بالبيت بلش بالعائله، انا كبرت ببيت فيه طيار، والدي كان طيار، كان طيار حربي وبعدين مدني، وكبرت انا وعم حب هيدا المهنه منه. يعني أنا كنت عايشة معه كل تجاربه، كل سفراته، كل الأحداث اللي بتصير، كان يروح يرجع يضل يحكي البدلة، الرتب، كل شيء كان هو عايشه تفاصيل كنت أنا عم باخدها بنفس الوقت منه. فالحلم بلش من هون يعني، وكبر معي وضليت مصرة عليه لهلا. كيف بلشتي بمراحل الدراسة؟ هلأ هي شوية هيك قصة تشالنجينج. أنا بس خلصت البكالوريا طلبت منه أنه أنا بدي أصير طيار لوالدي، ما كان موافق بوقتها لعدة ظروف، بوقتها كان مجتمع غير هلا، وما كان فيه غير شركة طيران سورية بوقتها، مع أنه ممكن كانت تعطي منح لأولاد الطيارين بس ما كان حابب الفكرة، فما مشي الحال بوقتها. طولت، كان بدهم يعني انه اعمل شهاده جامعيه يعني وهيك، بالفعل عملتها بس ما كانت هيدا الشيء اللي انا بدي اياه، ما كنت ممنونه. فاضطريت انه رحت لعنده قلت له انا بدي اشتغل باي شيء له علاقه بمجال الطيران. فقال لي اوكي، عملت دورات حجز وقطع تذاكر طيران واشتغلت بشركات كبيره بسوريا اجنبيه، وانتقلت من الحجز والقطع للعمليات الارضيه يعني بخدمه المطار، انتقلت على مطار دمشق الدولي واشتغلت معهم. كنت بالعمليات الارضيه، وكنت كل مره اقول انه لا مو هذا الشيء اللي انا بدي اياه، كنت عم اقرب بس ما بحس حالي وصلت على الهدف اللي انا بدي اياه. فانتقلت من شركه لشركه، بعدين وصلت على شركه اجنحه الشام يلي هلا انا بشتغل فيها كعمليات ارضيه. طولت معهم من 2008 تقريبا. عمر. ايه بلشت معهم عمليات ارضيه، وبعدين بتعرفي اجت الحرب. هلا هون بهي الفتره المطار وقفنا بعدنا عنه، فاستغليت هون الفرصه ورحت عملت دوره المرحل الجوي اللي بتخولك انك تشتغلي بالعمليات الجويه، وبس مشي الحال ورجعت راقت الامور، طلعت رجعت على الاجنحه وقعدت بمكتب الترحيل. فكنت انا اعمل ملفات الرحله للطيارين، يعني انا حضره هي الملف، يعني انا كنت حضر الملف للطيار يجي فيها مثلا خطه طيران، فيها طقس، اذونات عبور، كل شيء بده اياه الطيار، معلومات عن رحله ليقدر يطلع ينفذها. فتجاكرت هون انه طيب انا بقدر اعمل هيك. غيره ايجابيه. غيره ايجابيه تماما. فما طولت بهذا المكان، قعد 5 شهور، بعدين طلبت مقابله مع الاداره ونزلت، قلت لهم ما بكون طيارين بنات؟ قال بلا في. قلت لهم ايه. قال مين؟ قلت لهم انا. هيك تفاجئوا شوي بس دعموني، يعني قالوا لي اوكي. قلت لهم انا اذا بلاقي محل لي، اذا رحت درست ورجعت فانا جاهزه. قالوا لي نحن بانتظارك. فدعموني كثير وقتها، اعطوني ماي سبوت ورحت ورجعت. وين درستي؟ درست بامريكا. درست بامريكا. كم سنه هي الطياره؟ هلا انا وقت اللي رحت قعدت سنه ونص، بس انا وقت اللي رحت كانت اخرتها، يعني اخرت شوي مشان الكورونا. النظام الامريكي دراسته اقل من النظام الاوروبي كمده، فانا قعدت سنه ونص. روحوا للقصص العمليه اكثر من القصص النظريه والمعلومات كم الهائل. هي كثير صعبه، هي منه شيء سهل ابدا، في عندك عقبات دائما على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الدراسي. يعني صعيد شخصي طبعا في عندك الماده، هي مكلفه جدا،
في عندك انه انت بعدتي عن اهلك وعن عيلتك وعن بلدك، بدك تعدي لحالك، بدك تكوني انت قد هالمسؤوليه. صعيد الدراسي طبعا هي لانه في لها عده مراحل، نظري وعملي، وفي معدلات معينه لازم تجيبيها، واذا بتفشلي مره فهي بتفوت على الريكورد وبتضل على الريكورد كل العمر، يعني ما بتروح. فانت ما عندك مجال تفشلي ولا تكوني تحت المعدل، فبدك توصلي ليل بنهار، بدك تلتزمي، بدك تكوني عندك قد المسؤوليه، بدك يكون في ثبات. يعني ما أنا سهله ابدا، ضغط كثير والمواد ما أنا سهله، والشيء اللي بيعطوك اياه بكميه كبيره بدك تستوعبيه بوقت قصير وبدك تطلعي تطيري، فكتير. طيب سافرنا، خلصنا دراستنا ورجعنا، وكان المفروض اليوم نحن نطلع على اول رحله طيران. خبرينا عن هذا الشعور، شعورك اكيد كان في خوف ولو كان داخلي وما حبيت تظهري، وخبرينا عن رده فعل الاداره. اول رحله طلعتها، هلا نحن اصلا بس بدنا نرجع، بعمل الاختصاص انا على الطراز، ف يعني انا بكون على طيارات صغيره بعدين بختص على الطراز اللي انا جاي اطير عليه كنت، بعدين بجي لهون كمان بعمل فحص معادله للشهاده، بعدين بحطوني على الطيران تشبيهي على جهاز محاكاه الطائره بيقولوا له، او السيميليتر، فلايت سيميليتر، هون بيفحصوني هم. هي قبل كل شيء سي مثل الريل لايف، يعني مثل الحقيقه. وقت اللي طلعت على الطياره اول مره كان كان ادرينالين هيك مرتفع زياده كثير، بس الشعور رائع يعني. صح ادرينالين بس كان حلو، تحدي يعني. شعور الشركة كانت كثير مبسوطة، كثير كان بدهم انه يكون عندهم أنثى، واخذت دعم كثير كبير. والركاب المسافرين هي لسه ما كانوا هون شايفين. بس الشعور اللي انا صار معي انه انا ما فيني اوصفه، ما بعرف شو هو، هو شعور رائع بس ما بينوصف معي. لوين كانت اول رحلة؟ هلا رحت على مسقط كطيار اكتف، طيار اكتف بايلوت على مسقط، كانت على عمان. هي من قديش تقريبا يعني اول رحلة كانت؟ انا خلصت التدريب تبعي ب 11 ايلول سنة الماضية. عن جديد يعني رح يصير سنة خالص تدريب، يعني انا اتدربت 3 شهور، بلشت بحزيران 2021 وخلصت بايلول وبلشت بطير. كم رحلة تقريبا صرتي طالعة؟ كثير ما فهم كثير اخذت ايدك خلاص يعني وصرنا ايه كثير كثار. الركاب مهضومين يعني، الركاب حلوين، في من هلا لك الاغلبيه بينبسطوا، يعني الاغلبيه بيكونوا دائما انه بتكبري القلب كذا، يعني حكي حلو بيقولوا لي. الاقليه بيكونوا خايفين، ما بيكونوا ممنونين ابدا. خلينا نحكي عن هي الفكره، الخايفين يعني نحن للاسف بنشوف موجوده. هي قديش مثلا دائما بتتهم المراه انه هي ما بتعرف تسوق، الحوادث السير عم تجي من المراه، يعني هي الفكره اليوم كيف عم نحكي احنا بسيارات، كيف ما بالك الطائره اليوم. سمعتي هيك ردود فعل سلبيه؟ وخلينا نحكي عن الناس المحفزين، يعني لما يكون عندنا حلم اكيد في اشخاص بياثروا فينا وبيعلموا، خصوصا بمجال مهنتنا. هلا ردود فعل انه يعني كيف كنت تواجهيها؟ لا عادي، لا عادي، هدول الناس عم تحكي على التعليقات السلبيه، هدول الناس موجودين مع اي حدا ناجح او اي حدا واصل لهدفه، اصلا هن موجودين ما بيأثروا، ما بيأثروا هن، ما بيستهدفوا، بس التعميم بشع بيكون هون بكيف يعني حالي. هي الفكره، انا ما كان عندي مشكلة أبداً، هن هدول الناس موجودين، أنا لو كانوا بيأثروا ما كنت وصلت لهم. صحيح. ومو بس معي، مع أي شخص ناجح أو يعني عم يعمل شيء بالحياة، هن أحرار. أنا وقت اللي بكون وصلت لهم بكون أنا خلص يعني جاهلتهم. بس المحفزين كتير كتار. طبعاً أنا من عائلتي أخذت دعم بالدرجة الأولى من والدي، طبعا اول شيء قلت لك ما كان موافق، بس بعدين دعمني كثير بمرحله الدراسه، كنت قبل الرحله وبعد الرحله احكي معه. والدي توفى خلال دراستي. يعني الله يرحمه. طيب شيء، فاستلمت المهمه والدتي، وصلت لمطارح كثير انه انا كنت استسلم وما بدي، بس الحمد لله كان تحدي. بس رجعت على سوريا، شركتي كانت الداعم الاول والاكبر، جنحة الشام، مالكينا، بإداريينا، بطيارينا، ويعني رح أقول لك 100% منهم كانوا عم يدعموني وكتير. فبنفس الوقت طيارين المدربين يلي دربوني
كلهم كانوا مداعمين كثير، وعلى رأسهم أبي الثاني الكابتن ماهر رفاعي، أنا بحب أوجه له تحية. هو أكثر حدا كان محفز لإلي وداعم لإلي، وأخذ بإيدي وما خلاني أوقع ولا أتفركش ولا مرة. هو درب الكل مو بس دربني إلي، فأنا من خلالكم بحب أوجه له شكر كثير كبير وأقول له إنه أنا لولاك ما وصلت لهون. قد اليوم فخور فيكي وبكل الإكيب الصبا، يعني انه هذا التعب والتدريب كان بمحله. قبل ما نكفي باقي اسئلتنا خلينا نروح لكليب نشوفه ونرجع. Yeah. قد ايه حلوه بسمتك انت عم تشوفي الكليب. عن جد ما فيك، عن جد الشعور رائع بعد هذا التعب اليوم. تعبت ايه، لانه كثير طولت لوصلت لهون. رائع الشعور، ما بعرف شو بدي اقول لك. فخورين فيكي نحن اكيد. خلينا نحكي عن اليوم التركيبه الجسمانيه لكل انثى، ممكن تعرقل موضوع الطيران وايضا النفسيه. دائما نحن عاطفيين، دائما مشاعرنا بتغلب احيانا على عنا غير الكابتن الطيار الرجل. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. التركيبه الجسمانيه يعني لا، ما بعتبرها انا بتعرقل. انت وقت اللي بيكون مثلا المرأة وقت بيكون عندها أي شيء ظرف معين وكذا فيها ما تطير يعني، بس أو مثلا إذا عندها حمل، مثلا إذا تزوجت وكذا حمل فيها تطير يعني، ستيل فيها تطير بوقت معين، فيها تطير وبتاخذ إجازة وقت اللي بترجع مثل أي مهنة تانية. صحيح. يعني بأي مهنة تانية المرأة بتاخذ إجازة وبترجع، بس كتركيبة جسمانية هدول الشغلتين بس إنه يعني ممكن يأثروا، بس عاطفياً. مو دايركتلي عاطفيا لا. نحن وقت اللي بنفوت على هي المهنه، ايه نحن وقت اللي بنفوت على هي المهنه بنكون مدربين لحتى وصلنا على هيدا الكرسي. يعني نحن ما فينا والله انه انا بفتره التدريب حطوني تحت ضغط نفسي كثير، بس انا بحطوكي لحتى يشوفوا الليمت، لحتى يشوفوا قد ايه الحد تبعك. في طيار مره قال لي بس تفوتي على هي الغرفه، غرفه القياده، وتسكري الباب كل شيء بضل برا. هون ما عاد في شيء اسمه مرأة ورجال، هون صار في شيء اسمه طيار. فتعلمت افصل برا عن جوا، وتعلمت انه انا وقت اللي بطلع على رحلتي لا، العاطفه ما لها مطرح ابدا. قلت لك نحن مدربين، يعني نحن ان كان رجال او مرأة بنخضع لنفس التدريبات وبنكون تحت نفس الضغوطات، وبيكون نتيجه واحده يعني ابدا. عاطفه اوقات المرأة بتكون تقدر تتحكم بحالة وبعواطفها أكثر من الرجال. أكيد. بس والرجال والعكس صحيح يعني. طيب شو سبب كابتن؟ يعني منشوف بعده هذا المجال حكر يعني على الرجال، قليل كتير ما نشوف سيدات حتى برا خارجا، يعني ما منشوف امرأة هي كابتن طيار. شو السبب برأيك؟
هلا يمكن الصورة النمطية للطيار، الصورة النمطية بتقول إنه الطيار لازم يكون رجال، وأوقات مثلا تخيلي شعره أبيض وله دقن مثلا هيك هي دليل السنة الكبرى هيك تتخيلي. حتى الأولاد وقت اللي بتسألي شو بدك تصير بس كبير ممكن يقول لك طيار، البنت ما بتقول، البنت بتقول مضيفة الطيارة، بتقول مضيفة. هي هي تماما الصورة النمطية للمضيفة هي بنت، والصورة النمطية للطيار هو رجال، بس هن لا، نحن عندنا مضيفين ومضيفات يعني شباب وبنات وبياخذوا العقل، وعندنا هلا صار بنت، فلا هي بس صورة نمطية وفكرة مستهجنة لسه، بس عم تنتشر. نحن من كم سنة كنا 5% بالعالم، اليوم نحن 9 ويمكن صرنا 10% وعم تكتر. هو بس مجرد انها خلص تنشاف وتنعرف وتنتشر بتصير مقبولة وبصيروا بيكتروا. ما بعرف يا نرمين، اليوم إذا حبيتي تسافري وكان الكابتن طيار أنثى ممكن تخافي؟ أكيد لا، أنا وين ما بتكون المرأة أنا فوراً داعمة لو بالعكس بتشجع أكثر، يعني بحب أكون يعني أول الأشخاص معه. أكيد اليوم إحنا لازم ندعم بعض يعني بهاي القصص وغير مجالات. دائماً نحن بكل مجال في صعوبات، في نجاحات، في هفوات بسيطة. خلينا نحكي عن أهم المشكلات اللي واجهتك، يعني الصعوبات ممكن بعد مشكلة بالطيارة يعني. لكن نحن ما فيني اقول لك انه مشكلة، ما اسمها مشكلة، اسمها مواقف حساسة ممكن تصير معنا. بس كلياتا نحن كل 6 شهور طيارين بيطلعوا بيعملوا تدريب على اي حالة طارئة ممكن تصير معه، لانه نحن بالحالة الطبيعية بالحياة الطبيعية كتير قليلة هيدا القصة لتصير. نحن طياراتنا كلها مودرن وحديثة، فدايما في بديل فيها ودايما في حلول. بس نحن وقت نطلع نتدرب على السيميليتر كل 6 شهور بيدربونا على الحالات الحساسة اللي ممكن تصير أو الطارئة، فنحن بنكون جاهزين لإلها. لهلأ ما صار معي شيء خطير، إن شاء الله ما بيصير بس صار معي عطل مرة، عطل فني بالنظام الهيدروليك، ومن فترة قصيرة صار معي ارتفعت حرارة المحرك، بس كلياته كان ضمن السيطرة. بتعرفي كيف تتصرفي معهم بهدوء تام؟ أكيد ما عندك حل، يعني هو لازم يكون هو الأوبشن الوحيد هو إنه تكوني رايقة وهادية لحتى تقدري تتصرفي. بعدين أنا ماني لحالي، أنا في معي كابتن، لازم أنا نحن تيم، فلازم أنا أكون هادية وهو نفس الوقت هادي لحتى نقدر نوصل الطيارة على الأرض بشكل آمن. بس شيء خطير انه هيك abnormal لا ما صار معي، ان شاء الله بتضل الامور لصالحك. خلينا نحكي عن علاقتك بالكادر، المضيفات دائما نحن بنقول عنهم جميلات، يعني بنحب نتفرج هيك على عليهم، على اناقتهم، على تيبهم ضمن الطائره. اليوم ما شاء الله الكابتن يمكن احلى من المضيف ما بعرف. جميله، ثانك يو. لا على فكره هن كلهم ما شاء الله عليهم، مضيفاتنا ما شاء الله عليهم كلهم، هيدا وعلاقتي فيهم كلهم بدون اي استثناء رائعه، وفيك تساليهم. بس انه عم تساليني انه شو على جمالهم، يعني على العلاقه بيناتكم، ودائما عم بيني وبين دائما المضيفات بيمتازوا بجمالهم، ولكن يوم الكابتن كمان يعني ما شاء الله كلك ذوق. ثانك يو. علاقتي فيهم علاقه منيحه كثير. نحن اصلا وقت بنطلع لازم يكون العلاقه هيك، يعني لازم تكون العلاقه وديه، لازم تكون العلاقه فيها احترام وفيها ثقه، لانه اوقات انا ممكن اعتازهم وهن اوقات ممكن يعتازوني بحال صار لا سمح الله شيء. هن نحن ما شاء الله عليهم كلياتهم بياخذوا العقل، عندهم هن بيتبعوا لمقاييس معينه، فمشان هن مو موضوع انه حلوين لازم يكونوا حلوين، هن لازم يكونوا معايير اللباقه تماما، في عندك طول الوزن هيدا، وهيدا مو لانه بدهم بس سوري انه يستعرضوا، لا هن في عندهم امور لازم يمشوا عليها، يعني مثلا كطول بدها طول المطرح ما بتحطي الشنطه فوق مثلا، ممكن تكون قادره انه تقفز او تساعد، او بدها تكون هي مو بس بتقدم قهوه وشاي، ف هن لازم يكون عندهم مقاييس معينه بيتبعوها. وهيك الطيار مو لهالدرجه، بس معايير هي عالمية وطبيعية. قبل ما نختم معك، ونحن سعيدين جدا باستضافتك والحديث معك، رسالة اليوم هيك بتحبي توجهيها لكل صبية عندها طموح، لأي حدا اليوم هيك حابة توجهي له رسالة مرق بحياتك؟ هلا بشكل عام، بشكل عام لأي حدا إنه عنده حلم أو هدف،
هو عليه انه يحطه بين عيونه، يروح هو لعنده، ما يستنى يجي الحلم لعنده، يروح هو لعنده، يسعى، يسابر، يصمم، يكون عنده اصرار، طموح، شغف لاي شيء بده اياه وبيوصل. هلا بشكل خاص للبنات بحب اقول انه بتمنى انه هذا المجال يفوت عليه بنات اكثر، بتمنى انه نحن نكتر هون، وخصوصي هون بسوريا، سوريا الحبيبه، بتمنى انه نكتر ونصير اكثر، ويكون في طيارين، مهندسات طيران. وبحب اقول لهم انه على فكره في شوي من الكومنتات اللي قريتها كثار البنات قالوا هات حلمي، فهي موجوده بحاجه اليوم لحتى اليوم موجوده. هات حلمي هات حلمي هات حلمي. وفي كثير بنات بعثوا لي مسجز كثير انبسطت وقت اللي حسيتهم هيك كثار. فانا هدول بقول لهم كملوا وتعوا ناطرتكم، انا تعوا نطير سوا يعني، وهيك ان شاء الله ان شاء الله بنشوفك هيك دائما متالقه وناشطه، واكيد للحلم حيكون في بقيه اكيد. بس نحن هلا بعدني باول الطريق، بالبدايه بعدني باول الطريق. محقق كل شيء ببالك ولكل صبيه اليوم بتقدر تحقق هذا الحلم، ان كان بالطيران وان كان بمجالات الحياه كلها. شكرا لحضورك، شكرا لهالحضور المتميز اليوم. ميرسي وميرسي لكم وميرسي للاخباريه، وبدي اتشكر ست هاله أكيد. معتدنا هذا الساعة قديش اليوم حلو نظرة هالثقة يلي عندك ولمعة الفرح بعد سنين طويلة من التعب والإصرار على الحلم. أكيد بيلبق لك كل النجاحات وإن شاء الله بلقاءات قريبة. ميرسي كثير، شكرا لكم. ميرسي كابتن دانييلا منذر رزق، أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير، ميرسي كثير، يعطيكم العافية.